درنا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شو تي في، اهلا وسهلا مرحبا بكم في هذا البث المباشر الجديد من مدينه سطات، بالضبط من حديقه بلديه سطات. كيف ما كتشوفوا معنا على هذا البث المباشر، ف الحديقه مغلقه كيف ما كتشوفوا، فالكلاب الضاله هي اللي مستغله الحديقه كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناه شو تي في. نقربكم اكثر من الصوره، فالكلاب الضاله والمتشردين هما اللي كاينين في هذه الحديقه هذه. مع العلم يعني كاينه فرقه محاربه الكلاب الضاله هنا بجماعه سطات، يعني فاذا به الكلاب في الحديقه ديال جماعه سطات وديال بلديه سطات كيف ما كتشوفوا معنا. فالحديقه اللي كيف ما كتشوفوا معنا هنا بلديه سطات، نعتذر عن الصوره لانه الليل وما كاينش الضوء هنا كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناه شوف تي في على هذا البث المباشر من مدينه سطات. فهاد الكلاب الضاله اللي كاينه هنا كيف ما كتشوفوا معنا على هذا البث المباشر من وسط المدينه، شوفوا معنا شحال ديال الكلاب الضاله، يعني بزاف كاينين بزاف هنايا. ف كيف ما كتشوفوا معنا يعني حتى هاد البلاصه ولاو كيستغلوا غير المتشردين. شوفوا الازبال اللي كاينه وسط الحديقه، يعني والحديقه مغلقه في وجه العموم. فالحديقه مغلقه في وجه العموم، وجه يعني الناس اللي كيجيو مع وليداتهم او فهي مغلقه كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناه شوف تي في على هذا البث المباشر. ف نتمنوا من المسؤولين، فكيف ما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناه شوف تي في على هذا البث المباشر من وسط المدينه. فكيف ما كتشوفوا معنا يعني الظلمه كيحاولوا يعني يعني هنا راه كيف ما كتشوفوا معنا من بعيد، ما بغيناش نقربوا اكثر لان كاينين تما بعض المتشردين اللي جالسين تما، ما قدرناش يعني. شوفوا معنا يعني الحديقة مغلقة وعمرة يعني بالأزبال، والكلاب الضالة هنايا المتشردين هما اللي مستافدين من هذه الحديقة هذه، والكلاب الضالة فهما اللي معمرينها كيف ما كتشوفوا معنا. شو القنينات ديال الخمر كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تي في، يعني شوف هنا كاينين خمسة ديال الكلاب، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، خمسة ديال الكلاب من غير الكلاب الآخرين اللي ملهيه، يعني كيدوروا حدا المتشردين حداهم وسميتو. فنتمنوا أن هذه الرسالة توصل للجهات المعنية بالأمر، يعني كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تي في على هذا البث المباشر من وسط المدينة، بالضبط بحديقة بلدية سطات. شوفوا معنا مشاهدي الكرام، يعني كاينه فرقه محاربه الكلاب الضاله يعني بجماعه سطات. فاذا به كنشوفوا حديقه بلديه سطات هي اللي فيها الكلاب الضاله، يعني الفريق ديال الكلاب الضاله ما شافش هادو، كيشوف غير هادوك اللي خارجين على برا. فنتمنوا ان الرساله توصل مشاهدين الكرام مشاهدي قناه شوف تي في. شوف هذا الكلب هذا، يعني علاش هذه الحديقه هذه او هذه الجرده كما كنقولوا علاش تسد في وجه العموم، بغينا نفهموا. يعني ما خاصها حتى شي حاجه، كانت شحال هذا كانت مفتوحه وحاليا يعني مغلقه. نتمنوا من المسؤولين انهم يفتحوا هذه الحديقه لانها متنفس للساكنه، متنفس يعني
الوليدات الصغار كيجيو كيلعبوا وسطها لانها فيها الكرياج كي يعني كتحميهم يعني من الطريق تحميهم شحال من حاجه كيلعبوا فيها وما كيكونوش يعني الكلاب ما كانوا شحال هذا ما كانوش كلاب ضاله بحال هكا ولا المتشردين يعني ملي كتكون مفتوحه وكيكون كيكون فيها بنادم بزاف ما كيعمروش هاد المتشردين او الكلاب الضاله ما كيجيوش. اما دابا خاويه فهي خاويه مصوبه كتبان لي انا مصوبه فاذا بي يعني كلاب الضاله دابا ماشي غير اليوم يعني مش حال هذا هو هاد الحال في حال هكا. فنتمنوا ان الرساله تكون وصلت للجهات المعنيه بالامر. مشاهدين الكرام مشاهدي قناه شوف تيفي فكيف ما كتشوفوا معنا الحديقه كلها مسدوده كاين حتى شي باب مفتوح يعني المتشردين كينقزوا الناس يعني كاين المتشردين كاينين اللي كيشربوا الخمر فالله يعفو عليهم. نتمنوا ان هاد الان شوفوا معنا مشاهدين الكرام فهاد البيبان مسدودين كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدين الكرام مشاهدي قناة شوف تيفي. فكيف ما كتشوفوا معنا الأبواب كلها مسدودة ديال الحديقة فإذا به الكلاب الضالة والمتشردين هما اللي معمرين هاد الحديقة هذه. نتمنوا ان هذه الرساله تكون وصلت للجهات المعنيه بالامر. مشاهدي الكرام مشاهدي قناه شوف تيفي كيف ما كتشوفوا معنا على هذا البث المباشر من مدينه سطات. فنتمنوا مشاهدي الكرام مشاهدي قناه شوف تيفي انه تفتح هذه الحديقه اللي هي وسط المدينه يعني ومتنفس للساكنه مدينه سطات. فنتمنوا مشاهدي الكرام مشاهدي قناه شوف تيفي لهذا البث المباشر انها تفتح ويعني تكون يعني يعني تفتح الوجه العموم وما يبقاوش يعني معمرينها هاد المتشردين وما يكونوش معمرينها هاد الكلاب الضاله. مشاهدي الكرام مشاهدي قناه شوف تيفي اذا مشاهدي الكرام نشكركم على حسن متابعتكم والى بث مباشر اخر ان شاء الله.